حول هذا الموضوع يسرنا ينضم إلينا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة الكاتب الصحفي الأستاذ محميد المحميد. مساء الخير أستاذ محميد، أهلا بك في نشرة الثالثة، نشكرك على قبول الدعوة. لا شك أن ذكرى ميثاق العمل الوطني تشكل علامة مضيئة ونقطة فارقة في تاريخ مملكة البحرين الحديث. لو تحدثنا أستاذ محميد عن دور ميثاق العمل الوطني في رفض مسيرة الديمقراطية في مملكة البحرين. مساء النور جميعا، بداية أتشرف بأن أرفع أسماي التهاني والتبريكات إلى سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفتح وسيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله جميعا. لا شك أن ميثاق العمل الوطني جسد جسر وانتقالة نوعية التقت فيها إرادة القيادة السياسية مع الإرادة الشعبية. ميثاق العمل الوطني يمثل محطة تاريخية استثنائية في مسيرة مملكة البحرين، أحدث نقلة نوعية بتجديد لمقومات العقد الاجتماعي، أفق واسعة، رؤية حضارية تنشد إقامة مجتمع مدني محكوم بدولة المؤسسات والقانون. ميثاق العمل الوطني شكل لنا قاعدة في التطور والإصلاح على أسس وثيقة ووطيدة من إصدار الدستور الوطني، تحول البحرين إلى مملكة دستورية، تعزيز الحقوق والعدالة والمساواة والشفافية. نقطة جديرة بالذكر هنا ما أشار له معالي وزير الداخلية مؤخرا، أن ميثاق العمل الوطني أيضا جاء جامعا للمجتمع ومصالح المواطنين، حاميا لثوابته الوطنية وحقوق أبنائه تحت هوية وطنية واحدة. يستلزم ذكرى ميثاق العمل الوطني أن نؤكد على الوحدة الوطنية، بجانب ميثاق العمل الوطني أيضا كرس مبادئ وأسس هامة خصوصا لدى الجسم الصحفي والإعلامي من كفالة الحريات والمساواة، وأنه لا تمييز هناك في الجنس والأصل واللغة والدين. الحرية الشخصية نفتخر بها في مملكة البحرين أنها مكفولة وفقا للدستور والقانون، وهي حرية مسؤولة. كذلك نفتخر في مملكة البحرين أن هي مملكة الإنسانية، فهناك حرية العقيدة وحرية التعبير والنشر وحرية تكوين أيضا الجمعيات الأهلية كما جاء في تقريركم الكريم. ومنذ إقرار ميثاق العمل الوطني شهدت البحرين العديد من الإنجازات والمكتسبات في كل المجالات. الجميل أيضا أن هذا الميثاق أيضا جاء من خلال أيضا رؤية البحرين الاقتصادية التي تأتي ترجمة للميثاق الوطني كما تم الإشارة له في الفصل الثالث، مبدأ الحرية الاقتصادية، العدالة، التوازن والمبادئ والأسس. ولا ننسى أيضا التركيز على ما تحقق لدينا من تطور في التعليم والصحة والعمل، وكل هذه الأمور برزت كثيرا خلال جائحة كورونا من خلال فريق البحرين الذي قاد اسمه ولي العهد. إذا ممكن أيضا نشير أن ميثاق العمل الوطني أيضا عزز حقوق السياسية والقانونية للمرأة البحرينية، وانتقلنا من مرحلة التمكين إلى مرحلة التقدم. وأثق تماما أن أيضا لدينا في مسيرة المرأة البحرينية مرحلة جديدة ستكون انطلاقة جديدة أيضا لما بعد هذا التقدم. ذكرى ميثاق العمل الوطني ننظر له في ذكرى التصويت بأنه لحظة تاريخية متجددة كل عام، تجديد الولاء للقيادة الحكيمة لهذا الوطن الغالي، يوم وعرس ديمقراطي نبتهج فيه لمزيد من العمل والإنجاز والمشاركة التي أكد عليها جلالة الملك المفدى حينما انطلق ميثاق العمل الوطني. نعم، الكاتب الصحفي الأستاذ محميد المحميد كنت معنا ضيفا كريما في نشرة الثالثة، شكرا جزيلا لك.